لقيته بسرعة. انت يا بنتي شو عم تساوي هون؟ انا جيت مشان اعطي الدواء لجواد، نسينا نعطيه. انا اجيت لاخذ عاصم. شفتهم لافين بعض وغفيانين، لا تزعجيهم. يا عمري انا يقبروني ما اطيبهم هن الاثنين. يلا امشي خلينا ننام. أخذت المفتاح الاحتياط بس ما طلعت. خالق مين اجيت؟ ايه لكن روحي تسطحي ونامي. بعد شوي بدي احاول مره ثانيه. بس هذا الزفت رضا شلون بدي دبره؟ رضا موجود؟ عم يحرسنا. هذا عمك عدنان حاطط رضا قدام باب القصر. ليش يحرسنا؟ واقف برا مشان ما حدا يطلع. هيك الشغله تعقدت كثير. ونارين قاعده برا عم تصفون. شو بدي ساوي هلا؟ عايدة خلص مستحيل تقدري، اصلا هلا بيرجع عدنان من السهره. بجوز هالفرصه تكون اخر فرصه لها. بوس ايدك ما يقبلي تساعديها. والله نحن مو غايتنا الا بانه نساعدها. اذا كان عدنان حس علينا رح نموت. ما بيقدر يعمل شيء. شو قصتكم؟ ليش هيك عم تطلعوا وتنزلوا بهالوقت المتأخر؟ شو انتي موظف مراقبة يعني؟ بلا حكي فاضي. مو جايين نوم وحبينا نعمل شي يسلينا. روحتكم من هالقصر قربت. مايا؟ ظاهر نارين طلعت على غرفتها، شفتها مو موجودة. اسمعي عم فكر بخطة هلأ. عم تفكري شو رح تساوي برضا؟ أكيد بدي أطلع أنا هلأ ونزلها لملك، وأنتي انزلي لتحت. بأي شكل لازم نهربها للبنت من هون الليلة. بالأوضة. إذا شافته أمي رح تدرع. خلاص أنتي روحي أنا بقفله بعدين. في بأرض الديار خالة تسنيم. هي أنا قمت منشان أشرب مي. فقت لأنه رجلي تشنجت. رح أشرب كاسة حليب. استني لا تنزلي، أنا بجيب لك الحليب لفوق. عم تحكي جد ولا عم تمزحي؟ طبعاً عم بحكي جد. أنت حامل والتعب ما بيسوالك. يسلم إيديكي. لا هي لا تخليها تنزل لهون. بتعرفي انه مانا سهلة. والله اذا حست علينا بتقول لاخي وبيقتلنا. لك ملك اهدي ما تخافي. يلا استعجلي. خالة تسنيم ليش تعبتي حالك ونزلتي؟ أنا كنت جايبتلك الحليب لعندك. شكراً أنا ماني متعودة على الراحة، لأني ما تربيت مثلكن على الخدم. هاتي يلا شوف. هون بدك تشربيها؟ إيه لكن وين بدي أشربها؟
مو أحسن تطلعي على أوضتك؟ أنتي متشنجة، إذا بدك بعمل لك مساج. شو عم بيصير معك أنتي؟ ولا شي يا روحي، بس أنا تضايقت من شانك. أنا كمان أحياناً بتشنج مثلك، والوجع ما بيهدى أبداً. وأنتي هلأ حامل وببطنك بيبي، وأي شي بيأثر عليه. والله حكيك مزبوط، بهالقصر ولا حدا سائل عني، على القليلة أنا أفكر بحالي. عن قريب الأمور رح تتغير ورح يزبط كل شي، ومن هون لوقتها رح تشوفوا كلكن. أنا ما عم بفهم ولا شي، انسي. يلا أنا بدي نام، وأنتي كمان روحي. تصبحي على خير. وأنتي بخير. يسعد مساك. لك شيلوا الهضو من وشي. خير ان شاء الله. لوين طالع هلا؟ البلاك تبعي موقعته وبدي ادور عليه. لا ممنوع، الاغا قال لي ما بتخلي الطير الطاير يمر. مشاني بلكي بلاقي هلا، يمكن وقع من ايدي وانا راجعه من المدرسه لانه قفله كان مرتخي. يا ريتني ما حطيته بايدي. بكره بالنهار بتدوري عليه. يلا ادخلي. هذا البلاك غالي علي، هديه من البابا وما لازم ضوعه. قلت لك بكره بتدوري عليه. رضا؟ اسمك رضا ما هيك؟ بتعرفي اسمي يا خانو؟ معقول ما أعرف اسمك؟ عدنان آغا كتير بيوثق فيك، هو هيك بيقول. اي والله، الآغا ما بيخطي خطوة بدون ما أكون معه. وين كنا وين صرنا؟ ما جيت لهون مشان أتعرف عليك، قديشني محظوظة. والله يا خانو أنا المحظوظ مو أنت. أنت شو اسمك؟ رضا. معقول ما بتعرف شو اسمي لهلأ؟ عايدة. عايدة؟ مو معقول، شو حلو هالاسم. سعيدة انه عم بحكي معك ومبسوطة كمان، بس يا ريت تساعدني لندور على البلاك ونلاقي. شلون رح نشوفه بهالليل؟ والله انت بهالعيون السود بتشوفه لو تحت الارض، انا متأكدة. طيب تكرمي، تعي عايدة لقلك. هو ذهب؟ استعجلي مو حاسس. لا ما أنا ذهب، هي فضة. والله ما في شي هون. وبرأيي مو هون، خلص بدي أرجع. مدام إجينا خلينا ندور كمان شوي. لا شكرا رضا، هلأ إذا إجا الآغا أكيد بيتضايق. لا تشغلي بالك، الآغا بيوثق فيني، ومدام أنا معك ما بيتضايق. لو كان خلينا نرجع على البيت. امشي ندور على ضفة النهر إذا بتحبي. النهر؟ بركي هونيك وقع، ما بدي اياكي تزعلي أبدا. روق شوي روق، شكله وقع وضاع خلص، ما ممكن لاقي، بدي روح. أنتي قلتي إنه هدية من أبوكي.